السلام عليكم ورحمة الله، معكم مهندس أحمد، راح نبتدي درس جديد إن شاء الله من سلسلة دروس تمارين على السوليدورك. درس النهاردة عايزين نبدأ نرسم فيه الرسمة دي. الرسمة دي هبدأ أرسمها من الـ right plan. هاجي هنا في الـ right وأعمل سكتش، وهبدأ أرسم ريكتانجل بالمنظر ده كده، اللي هو الريكتانجل اللي هنا اللي هو 95 في ارتفاع 30. يعني ده كده هيبقى 95 ارتفاع 30، واقول له فيتشر اكسترود على 40 ملي بس الناحية التانية كده، او اخليها كده مش مشكلة عادي، تمام، واقول له صح. طيب هاجي بعد كده ارسم فوقيه هنا، اقول له سكتش، ويجي اعمله كده بس كده علشان ايه اشوفه صح، وهرسم ريكتانجل هنا كده لهنا، وهاجي اقول له ان الخط ده كنترول مع ده واخليهم كولينير علشان الاتنين يكونوا مع بعض، واختار الميد بوينت، اجي كليك يمين سيلكت ميد بوينت دي مع الميد بوينت اللي هنا، او كليك يمين على ده الاول واقول له سيلكت ميد بوينت مع الميد بوينت اللي هنا، واخليهم هوريزونتال او فيرتيكال بالمنظر ده كده، تمام. وبعد كده هاجي احط له دايمنشن ان الطول ده 90 والعرض ده 50 بالمنظر ده، وهاجي بعد كده اعمل له اكسترود على كام، على 12 مللي، يعني موجوده هنا 12، اقول له اكسترود على 12 مللي واقول له صح. جميل. بعد كده هبدا اعمل تشامفر، الشنفر 10 على زاوية 45 درجة، هي 10 على 45 لدي ودي والإج اللي هنا والإج اللي هنا، وأقول له صح على كده. بعد كده هعمل سكتش هنا، كده، وهرسم ريكتانجل صغير هنا، أو هرسم سلوت يكون سنتر سلوت، واحد هنا كده والتاني هنا كده. الريديس بتاع السلوت ده 5 وده 5، وسمك السلوت بتاعي او العمق بتاعه 25، يعني ده كده هيبقى 50 وده كده 50، واجي اقول له ايه اكسترود كات ثرو اول، واقول له صح. هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي التجويف اللي موجود جوه هنا ده كده. طيب هاجي بعد كده هنا هرسم، هعمل سكتش، او ممكن احدد بلان ريفرنس جيومتري بلان، واحدد بلان في النص ما بين ده وده صح. وبعد كده هاجي اعمل سكتش على البلان ده كده، وهرسم ايه ريكتانجل تاني من هنا لهنا، طوله 30 ملي، وعرضه انا معايا 140 لحد هنا، 140 هشيل منها 30 هتبقى 110، هطرحها من 95 هتبقى 15، يعني الجزء ده كده 15 ملي، واقول له صح على كده، او هقول له اكسترود على 15 ملي في الميد بلان واقول له صح بالمنظر ده. جميل. بعد كده هبدا اعمل ايه، ممكن اعمل بقى على السطح ده ذات نفسه سكتش كده، وهبدا اعمل دايره هنا كده، واحدة كبيرة قطرها كام، 60. جميل. والمسافة من سنتر الدايرة دي لحد برا خالص 140،
بالمنظر ده كده تمام، وهاجي هنا اقول له ايه ان في خط هنا كده من هنا للدايرة دي يكون horizontal بالمنظر ده، وان الخط مع الدايرة يكونوا tangent كده، هيظبط لي بعد الدايرة بتاعتي تمام. طيب بعد كده ده كده انا عايز ايه، عايز يقفل على الخط ده، يعني ده كده يروح جاي كده. طب هنعملها ازاي دي؟ هاجي هنا اعمل لاين رأسي كده، واروح عامل تريم للجزء ده بالمنظر ده كده. طيب بعد كده ممكن اشيل هنا ايه، اشيل مثلا القطر ده مش عايزه تمام. وبعد كده هعمل دايرة تانية هنا قطرها 25، وهقول له اكسترود بلايند الناحية التانية على 15 مللي، واقول له صح على كده، هيديني نفس الشكل بتاعي. هكبر بعد كده الشاشة واحط ماتيريال تكون كبر الوي او كبر، واعمل هايد للبلان ده، واشوف الكتلة بتاعتي evaluate mass properties، هلاقي ان الكتلة عندي حوالي 1788 جرام. يبقى ده كده كان الدرس بتاع النهارده. لو حد عنده اي سؤال اي استفسار اذا بعتنا صفحتنا على الفيسبوك لانس دوركس عربي، ورقم التليفونات والايميل موجودين اسفل الشاشه. شوف دروس جاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.